الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فضربنا على آذانهم
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم
وكلب باسط ذراعين بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا استبرق متكئين فيها
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لكن
زينة الحياة
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ويوم يقول نادوا
لو آخذهم
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني قضى
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فأردت أن أعيبا
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال سوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ
السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك